هعمل ايه بقى في الراوند الاطفال في الامتياز؟ مش عارف هعمل ايه ولا ايه، ويا ترى هعرف احسب الجرعات ولا لا. موضوع صعب قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ابطال كلية الطب، فيديو جديد. هنتكلم النهارده عن تاني راوند من راوندات الامتياز، بعد ما اتكلمنا هنا عن راوند الطوارئ، وتتعلم ايه في راوند الاطفال وتطلع بايه في راوند الاطفال، وايه اهم الحاجات اللي تاخد بالك منها في راوند الاطفال في الامتياز. مبدئيا يا جماعه، من اكتر الحاجات اللي بتقرق الطالب امتياز او طبيب الامتياز او حتى واحد بعد الشغل بعد كده خد الاطفال، او ممكن تستخدم الاطفال بعد كده كجرعات في تخصصات تانيه، بطنه، جراحه، رمد، ان تي، مش عارف ايه، وهي الجرعات. الجرعات بجد من اهم الحاجات اللي استخدمتها واللي سهلت عليا الموضوع ده جدا جدا جدا. التطبيقات اللي موجوده لحساب الجرعات، والتطبيقات اللي تعرفني اصل الادويه وبدائلها واشكالها وتركيزاتها وهكذا. ومن اهم التطبيقات ديت التطبيقات اللي قدامكم ديت، اول واهم تطبيق استخدمته للاطفال بالذات وللطب عموما على فكره، هو دراج اي. تطبيق خرافي بجد يا جماعه، اسعار، بدايل، ماده فعاله، ميكانيزم اوف اكشن، بيديك حاجات كتير قوي. تطبيق بجد فظيع جدا. واهم حاجه بعد كل ده ان هو اوف لاين اصلا، اللي هو مش محتاج نت بقى، وجميل جدا بصراحه. وان شاء الله نتكلم عن فيديو تاني برضه عن تطبيقات عموما بقى وقنوات اليوتيوب اللي استخدمتها في كل راوندات الامتياز بس بتفاصيل بعد كده. وتطبيقين يعتبروا زي بعض شويه، متشابهين في حته الجرعات، وهو بيدي دوز واي جي دوز. الاثنين دول برضو بيدوك اوبشنز ادويه بالهبل، وتكتب بس اوبشن العمر بتاع الطفل او وزنه مثلا، ويديك هو ايه، يقول لك الدواء ده جرعته قد ايه، او ينفع اصلا تستخدمه او لا. الحاجات دي بتبقى للناس النايف او البيجنرز زينا كده مهمه، بس بعد كده الدكاتره اصلا يعني بقى ما شاء الله يعني الحاجات بتتحفظ بالنسبه لهم، بتبقى واضحه جدا. بعد التطبيقين دول عندنا تطبيق مهم جدا للجايد لاينز، وتحب الناس اللي بتحب تبقى ابديتد دايما، وممكن تعدل كمان على نواب او دكاتره كمان، هو تطبيق نيو فاكس. نيو فاكس فظيع جدا يا جماعه، بس في حته مدفوعه كده، ممكن يعني تتصرفوا في ايميل واحد صاحبكم، تدفع لو انت مقتدر معاك فلوس، بس تطبيق نيو فاكس بجد حتى الجزء اللي هو اللي ببلاش فيه كويس جدا، وبيعرفك التركيزات الادويه، بيعرفك الادويه الجديده، بيعرفك حاجات ابديتد جدا. بعد كده ولو انت مثلا واحد دايس شويه في شغل الحضانات، هتحتاج حاجه اسمها جلوكوز ميكسر. التطبيق ده بجد جامد جدا يا جماعه، لان انت في النيونيتس بتبقى محتاج تعرف تركيزات معينه للجلوكوز اللي بتديه، للمحاليل اللي بتديها، وتعرف حاجه اسمها جي اي ار. في تطبيقات متخصصه ان هي تحسب لك الجي اي ار، وتحسب لك المحلول اللي انت هتديه لها، وتحسب لك نسبه الجلوكوز في كل محلول بتديه للاطفال. فتطبيق برده جامد جدا لو واحد فعلا دايس في حوار الحضانات. تاني بوينت هنتكلم عليها وهي المذاكره. المذاكره في الامتياز عموما مهمه، بس في ناس كتير بتطنشها، بس مذاكره الاطفال في الامتياز بجد مهمه جدا جدا جدا. المصدر منين ده هنتكلم عليها برضو باختصار، وممكن نبقى نعمله فيديو تاني نتكلم عن كل المصادر اللي هذاكر فيها في الامتياز، بس الاهم من حته المصدر نفسها ان انت ازاي اصلا هتذاكر بقى مع الحالات ومع نزولك الامتياز مع الحاجات دي. من احلى المذاكره اللي هتذاكرها برضو في الامتياز وهي مذاكره مع الحاله. انت النهارده شفت حاله نيفروتكس سندوم ترجع تذاكرها، شفت حاله تونسلايتس ترجع تقراها، شفت النهارده نيونيتال جوندس، نيونيتال هايبوكسيا، نيونيتال مش عارف ايه، ترجع تقراها وهكذا. الكلام ده اتكلمنا عليه في قبل كده في فيديو مذاكره الامتياز، اللي هي المذاكره التطبيقيه على الحالات، من افضل الحاجات اللي بتثبت، والاطفال فيها فاريشنز كتير جدا، وبتشوف حالات كتير جدا، فبجد استغلوا الموضوع ده. فبالنسبه للقنوات برضو هحط لكم هنا قناتين من اكتر القنوات اللي انا استخدمتها. هم دكاتره عموما بيحطوا معلومات للعامه كده وللبابليك، ومعلومات بديهيه جدا ممكن برضو تفيدك، وبيحطوا برضو معلومات نسبيا فيها كلام طبي. القناتين اللي قدامكم دول بجد مهمين جدا جدا جدا، واستخدمتهم كتير في راوند الاطفال وهكذا. برضو انت لو احتجت حاجه بعد كده مش متكلم عليها، ابحث عليها ودور عليها، وهتلاقي ناس مصريين شارحينها وكتير جدا، واجانب وانيميشن وحاجات كتير، فبلاش تهمل الجزء دوت بالذات في الاطفال. بعد كده نمشي بقى بالمشي الطبيعي اللي مشيناه في راوند الطوارئ وفيديو طوارئ، وهو اول حاجه شغل التمريض. شغل التمريض في الاطفال يعني يعتبر زي الكبار برضو، نفس الكانيولات وضرب الحقن ومش عارف ايه. اتعلم، ممكن تتعلم ضرب الحقن، وممكن تتعلم كانيولات، بس بلاش تضغط قوي، خليك برضو في الاطفال الكبيره شويه، اربع 10 سنين 12 سنه، بلاش تيجي في نيونيت وتقعد تعمل له الفينات من ترابشر منك ومش عارف ايه، لان الموضوع بقى صعب شويه الصراحه. والاهل بقى وجنبك ومش عارف ايه، عادي انت اتعلم على الكبار، وخلي الموضوع الاطفال يعني ايه للناس السبيشاليست شويه. بعد كده وشغل الدكاتره اليدوي برضو كالعاده نفس الكلام اللي قلناه في الطوارئ، بس ده على الصغير. هتتعلم الجاستريك لافاج، هتتعلم الرايل انسرشن، هتتعلم الامبليكال كاستر، ممكن تركبها لو انت دخلت الحضانه، ولو دخلت الحضانه برضو هتتعلم الانتيوبيشن، وعادي برضو خليك حريص على الموضوع ده، وشوف الدكاتره كتير بتركب الموضوع ده، بس برضو ما تقفش عليه قوي يعني، لان هو مهاره مش هتستخدمها كتير قوي
قوي في حياتك يعني كجي بي. برضو ممكن تركب يورين كاستر برضو يعني ممكن تركبها للميلز شويه، الموضوع بيبقى اسهل شويه في الميلز تقريبا يعني. ما فيش شغل يدوي كتير برضو في الاطفال يعني غير اللي انا اغلب الحاجات اللي انا قلتها المهمه الكومون اللي ممكن تحتاجها بعد كده كجي بي في حياتك. خش بعد كده على الشغل اللي بالدماغ بقى بتاع الدكاتره، واهم حاجه التشخيصات، اهم حاجه حالات الطوارئ كالعاده، برضو حته الترياج ازاي تفلتر الاطفال، ازاي لما يجي لك 20 طفل كده قدامك فجاه في الطوارئ والدنيا تتقلب عليك ازاي تقول هو الطفل ده اللي هتعامل معاه. الموضوع ده برضو مهاره مهمه جدا جدا. اكيد مش هتعامل مثلا عيل جاي بزور وجعه وشويه تونسيلايتس وفيفر زي عيل مثلا قاعد يتشنج، زي عيل كوماتوز، زي عيل مثلا عنده سترايدر مش قادر ياخد نفسه، وهكذا وهكذا وهكذا. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه. حالات الطوارئ اللي في الاطفال اللي في مثلا في كتاب برضو دكتور جايد اللي في كتاب امتيازولوجي تذاكرها وتحفظها صم صم، هتتعلم برضو معاهم. ونواب الاطفال بجد من اشطر الناس اللي موجودين برضو في المستشفيات، هتتعلم معاهم روشتات الاوت بيشنت. انت برضو كالعاده الطوارئ برضو في ناس معينه كده هتقول لهم خدوا الروشته دي وتعالوا تاني يوم في العياده، خدوا الروشته دي وتابعوا معايا بعد اسبوع بعد اسبوعين، لا انت هتتحجز، لا انت هتاخد جلسه وتمشي مش عارف ايه، فاهم؟ كل الحاجات لازم تبقى عارفها ولازم تبقى عارف اساسها ايه. واحد تتعلم معاهم حساب الجرعات، يعني انت تقعد مره مرتين بس في العياده وتتابع بس الدكتور بيعمل ايه وتسال هو بيعمل ايه، هو ممكن يخليك تعمل برضو لو يعني وثق فيك وشافك كده. بجد هتلاقي الموضوع سلس جدا وسهل جدا بعد ما كنت ايه ده ازاي احسب انتي بايوتيك للاطفال، ازاي احسب الاوجمنتين، ازاي احسب الكلافيموكس، ازاي احسب مش عارف ايه. هتلاقي الموضوع بيمشي وكل الحاجات شبه بعضها والدنيا لذيذه يعني. هتتعلم برضو لو دخلت حضانه او لو برضو في الطوارئ العاديه الصفره، حالات الصفره والكيرفات بتاعتها، الحاجات دي برضو مهمه وممكن تقابلها حاجات يوميه، حد جارك حد قريبك، كيرفات الصفرة مهمه جدا. تتعلم الجلسات ازاي، ايه الفرق مثلا من جلسه الاتروفنت والبالميكورت والفاركولين وجلسات الملح، ملح دافي ملح مش دافي، جلسات الادرينالين جلسات المغنيسيوم. هتتعلم الحاجات دي كلها وحاجات بديهيه جدا ولازم ان انت تبقى عارفها. هتتعلم برضو الاكس رايات، ودي كنا اتكلمنا عليها برضو في الطوارئ واللي هو الشغل الديرتي بقى، ممكن في الديرتي ورك نقول الكلام دوت. برضو تسال في كل تحاليلك، تسال في كل اشعاعاتك، طلبوا منك اكس راي تروح تجيبها وتسال فيها، طلبوا منك تحليل توديه تجيبه وتسال فيه. الحضانات بالنسبه لشغل الحضانات يعني برضو لو حد انترستد قوي في الموضوع ده يحضر في الجامعه، هيفيدوه كتير جدا، هتتعلم برضو حاجات كتير جدا فيه بلس الحاجات اللي في الطوارئ. هتتعلم جوه مثلا في الحضانه حساب المحاليل واستخدامك للجي اي ار والجلوكوز كونسنتريشن والحاجات دي جوه الحضانه اكتر واكتر من الطوارئ. هتتعلم الامبلايكت كاستر ممكن تشوفها وتركب. هتتعلم واهم من اهم الحاجات اللي في الحضانه والعنايه، بس لو انت يعني العنايه ممكن تبقى ادفانسد شويه في الموضوع ده، شغل الفنت، تعرف الفنتات دي بتشتغل ازاي، تعرف المودات بتاعتها، تعرف امتى تشيل العيان من على الفنت، امتى عايز تغير له تيوبه، امتى امتى امتى، الحاجات ديت لو حد انترستد يا جماعه في الاطفال يعني. بس مش كل الناس تبقى انترستد، مش كل الناس تبقى حابه الموضوع ده، بس هي مهاره كويسه يعني. انا شايف ان هي مهاره كويسه ممكن انت تطلع بيها شغل الفنتات وشغل التيوبات والكلام ده. هتتعلم امتى تشك مثلا لو عيان في فنت، امتى تشك انه فرقع، امتى تشك ان هو مش عارف نمونيا، امتى تشك مش عارف ايه. هتعرف تحسب محاليلك على حسب الاوزان، وكل يوم بتدي محلول شكله عامل ازاي ونوعه عامل ازاي وجرعته قد ايه وهكذا وهكذا وهكذا. لو حد انترستد بقول لكم ايه. برضه في خلال كل الحاجات دي بتعرف برضه سيكشن مهم جدا ممكن ما تقابلوش كتير بتاع جراحه الاطفال، سواء في الطوارئ بتلاقي حالات جراحه اطفال موجوده في الطوارئ وتشوفها وتبص عليها. يمكن انترستد مثلا في جراحه الاطفال وتخصص محترم جدا جدا جدا، وبرضه بتلاقيها برضه في الحضانه بيجيبوا بس جراحه اطفال يبص على حالات معينه كده، حالات مثلا كونجنتال انوميليز، حالات هرنيات عامله ازاي، حالات مش عارف ايه، وبرضه بيشتغلوا معاها حلو قوي. فتخيل معايا كده حاله شفتها في الطوارئ ان هي مثلا كان عندها شاكين ان هي اوبستراكشن مثلا، وعملت لها مشاف جاستيك لافاج، وبعد كده دخلتوها حجزتوها في الداخلي، وبعد كده انت تابعت ولما جيت جراحه الاطفال، بعد كده دخلت مع جراحه الاطفال في يوم العمليات بتاعتهم، فاهم الفكره؟ الموضوع ده فعلا مش هيحسه غير لو حد فعلا انترستد في الجراحه، انترستد في الطب عموما يعني. بس مش مجرد ان هو عايز ياخد شويه معلومات ويكب ويلا وهنحسب ازاي وواحد واثنين وثلاثه، لا انت تعيش مع الحاله كده كلها ككل. الموضوع ده ممكن تلاقيه في الاطفال بطريقه جميله جدا وبيبقى سهل. بس بقى برضو بعد كل دوت انا قلت اتكلمت عن جراحه حضانات طوارئ الشغل الديرتي، هتكلم عن الشغل البطنه بقى الموجود في الاطفال. البطنه بقى برانشات كتير جدا بقى شغلها هو بطنه صرف، يعني حالات الدي كي اي، حالات الكونجنتال انوميليز بتاعه الهورت، حالات النفروتيك والنفريتيك، حالات الشباتر بقى اللي عندك اللي في المنهج دي كلها هتلاقي حالات، وهتستغرب جدا انت بتشوف الحالات دي اصلا اللي هو ازاي انا ايه ده حاله انيميا ثلاسيميا بجد هي موجوده، ده حاله مش عارف سيكل سيل انيميا ده بجد موجوده، دي حاله فالوت ممكن تشوفها، حاله داون مش عارف، فاهم؟ الحاجات دي هتلاقيها يوميا تقريبا هتلاقيها في الطوارئ.
فبرضو تعلمها وحاول ان انت تعرف حاجات كتير عنها. كل ده زي ما قلت لك كده ان انت تشوف الحالات تعرفها تسجلها في نوتة عندك في الموبايل في اي حتة تروح تقرا عنها وتشوف الدكاترة فعلا اللي بيعملوه دوت كويس، وانت لو مذاكر كويس جدا ممكن ان انت اصلا تعدل عليهم وتعرفهم حاجات كمان يعني لو انت فعلا ذاكر ومركز في الموضوع دوت. هسيبكم هنا مع الفيديو بتاع راوند الطوارئ وهيفيدكم كتير كتير كتير، فحاولوا انكم تسمعوه ودمتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.